مرحبا، واضح. أنا دعاء البسطاطي، عمري 29 سنة، من سوريا وفنانة تشكيلية. بعمري 6 سنين دخلت مدرسة الأمل للمعاقين جسديا، وكنت برفض هاي الكلمة، يعني من أنا بصف الأول برفض كلمة معاقين جسديا. خلصت دراستي للبكالوريا ودخلت بعدها كلية الفنون الجميلة. طبعا دخلت كلية الفنون على المفاضلة العامة، المفاضلة العادية، مفاضلة المعاقين ما بحق لي إني أدخل كلية الفنون الجميلة. قدمت على المفاضلة العامة ودخلت الكلية وتخرجت منها ممتازة الحمد لله. أنا كتير بشارك بمعارض وبعمل لقاءات تلفزيونية من أنا وصغيرة، لحتى وعي للناس إنه نحن مالنا معاقين. في كتير أشخاص بيجيبوا أطفال عندهم نقص بشكلهم الخارجي بيستحوا فيهم، في كتير أشخاص محبوسين ببيوتهم بيستحوا أهلهم إنه يطالعوهم ويرجوا للعالم. أنا بطلع لورجي للناس إنه نحن عنا قوة إرادة. أنا صحيح مالي إيدين، بس هلأ أنا فنانة تشكيلية وعلى مستوى ومتكرمة بعدة دول ومتكرمة ببلدي. كل شيء بينشغل بالإيدين بعمله، شغل المطبخ كله أنا بشتغله، الأكل، تأميع البامية، فرم بقدونس، حفر كوسة، هاي كلها أنا بشتغلها، ترتيب البيت، حمل ابن أختي وبطعميه وبغير له ثيابه. هلا حلمي إني أوصل للعالمية، أعمل معارض عالمية. حلمي إنه يضل متى ما إنه ينذكر اسمي دعاء بسطاطي، إنه الفنانة التشكيلية تنشال كلمة بدون إيدين. بحب أقول للناس العاديين إنه يا ريت إنه بس يشيلوا فكرة المعاق من بالهم، ينظروا للناس للأشخاص اللي ناقصون شيء بإيديهم، يعني بشكلهم، إنه هن الأشخاص عندهم قوة إرادة. إذا وقفنا جنبهم رح يحققوا كل شيء بيتمنوه، ورح يكون عندهم إنجازات أحسن من الناس العاديين.